تعرف ان فتح باب الترشيح انتخابات اتحاد الطلاب بدأ امبارح؟ صراحة ما اعرفش خالص، محدش اتكلم يعني خالص في الكلية. انت عارف بس ما اعرفش اسامي معينة ناس نازلين يعني في الانتخابات. باذن الله. في انتخابات في الكلية والتقديم بتاعها هيفتح ان هو هيكون يوم الاثنين وهيخلص قبل الاسبوع ما يخلص ان شاء الله. لا. طب انت ممكن تشارك في الانتخابات؟ لا. كلها بتاعتنا عبارة عن حل وكل واحد واخد لابتوب وقاعد في حل. في باين عندنا 2 عشان الحاسبات بس هما كانوا منزلين على الجروب بس يعني مش اوفيشال مش رسمي يعني. طب ناوي تشارك؟ والله على حسب الناس اللي نازلين يعني لو في ناس نازله انا شايف ان هم ممكن ان هم يعملوا حاجه او كده فانا ممكن انزل واشارك فيهم. نازل مرشح ولا هتصوت؟ لا مرشح. عن لجنه ايه؟ دي اسرار لسه وقتها. طب يعني انت لسه ما قدمتش؟ هقدم بكره باذن الله. لا ما اظنش اني هشارك بس الشروط مش كامله معايا. شروط الانتخابات ان انا اترشح دي مش كامله ضبط.